السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريو سيش بوري ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل ديال لانفورماتيك دو جيستيون اس 4. ابخي زافواغ في لي فيديو بريسيدون شفنا لي نوسيون دان طابلور، لا كرياسيون دي كلاسور، لي في دو كالكول، لي فونكسيون دو باز لي هما لا سوم اكسيتيرا، اي لي فونكسيون كونديسيونيل سامبل لي شفنا فيها سي او سي امبريكي. ماintenant on va voir la fonction conditionnelle avec la fonction i et o. donc هاد la fonction i et o toujours اللي لي بار رابور لا فونكسيون سي، ضروري خصها تكون جملي مجموعه مع لا فونكسيون سي. دونك غادي نشوفوهم بار لا سويت. دونك هاد لا فونكسيون كونديسيونيل اللي هي سي امبريكي بار لا فونكسيون اي او بيان او. دونك اون كومونسون شنو هي لا فونكسيون اي. لا فونكسيون اي اي يوتيليزي افيك لا فونكسيون توجور سي. دونك ما يمكنش ان ما تلقاش لا فونكسيون اي مع سي، ضروري خصها تكون سي لا كونديسيون او ان اوتر كونديسيون اي. دونك هاد اي شنو تعطينا؟ Il donne la valeur vraie si toutes les conditions sont remplies. يعني هذيك لي كونديسيون اللي غادي نحطو حنا كاملين، الا واحد فيها ما تحققش ما غاديش تعطيني بغا، تعطيني فو. يعني لا فونكسيون اي افيك لا كونديسيون سي تنحطو واحد الشرط وخاص نحطو واحد بزاف ديال لي كونديسيون. هذيك لي كونديسيون الا ما تحققش فيهم غير واحد غادي تعطيني لا فالور فو، الا كانوا لي تحققوا كاملين غتعطيني لا فالور فغي. وغنشوفو هادشي في لابليكاسيون نيميريك في لي زيكزامبل سويفون. Concernant la fonction O, l'axe de la fonction I, il est utilisé toujours avec la fonction C. Il donne la valeur vraie dans le cas où au moins une condition est remplie. Mais pas besoin de toutes les conditions que nous avons atteintes. Une seule condition est suffisante. باش نفهموا هادشي كثر ناخذوا ليكزامبل اللي خدمنا عليه بريسيدون، هو ديال لي زيتيديون اللي عندهم لي ديفيرون نوت، نوت 1 نوت 2 نوت 3 لا مويان. دونك لا مويان ديالهم لو ترافاي افير اون دوا دابور نديرو لا فونكسيون سي وعاد غادي نديرو لها لامبريكاسيون افيك لا فونكسيون اي. دونك لو ترافاي افير قال لك الا كانت عندي لا مويان ديالي الي انفيريور 5 اون دوا افيشي نو ادمي. دونك بحال باغ اكزومبل هنا عندنا واحد لا نوت قل من 5 دونك خصها تافيش عليا هنا نو ادمي. ولا كانت عندي لا مويان اونتر 5 اي 10 يعني ما بين 10 ما بين 5 و 10 خصها تافيش عليا راتراباج. بحال هاد ليتيديون احمد خصها تافيش عليا راتراباج. سينو الا كانت عندي لا نوت لا مويان كبر من 10 خصها تافيش عليا ادمي. بحال هاد ليتيديون امين اي مصطفى اللي عندهم لا نوت كبر من 10 دونك هنا غادي تافيش عليا ادمي. غنشوفو كيفاش غادي نديرو ليها سور اكسل. دونك ليكزومبل ديالنا هو هذا اللي غادي نخدمو عليه. دونك فوالا لي نوت كيف ما قلنا ديال لي زيتيديون ديالنا، لا مويان ديال كل ايتيديون بالنسبه لاحمد عنده في لا مويان بوغ لي 3 نوت هي 8.67، اي مسيو امين عنده بوغ لي 3 نوت لا مويان ديالو هي 11، اي مصطفى عنده في لا مويان 14، بوغ مسيو نور عنده 8.67، اي كونسيرنون مسيو سليم عنده 4، مسيو رابي عنده 9.5. دونك غنابليكيو هاد الشيء اللي طلبوه منا. دونك الا كانت عندي لا مويان قل من 5 غادي نافيشي نو ادمي، الا كانت ما بين 5 و 10 غادي نافيشي راتراباج، الا كانت كبر من 10 غادي تافيش عليا ادمي. كيفاش غادي ندير باش نخدمها؟ تو سامبلومون سهله. دونك تنجي تنحط لا فونكسيون ديالي، لا فونكسيون ديالي قلنا توجور عندي ايكال، تنحط لا فونكسيون سي. سي شنو هي اف 3؟ دونك هاد اف 3 هادي شنو هي؟ سي لا مويان، دونك هي لانتيرسيكسيون ديال دونك لا مويان نابليكي على هاد لا مويان بويسكو هادا تشوفو اونكادري. دونك ها هو تيبان لكم هنا اونكادري هي لا فونكسيون اللي كاين عندي هنا الفوق. هاد لا فونكسيون انا كتبتها لكم هنا باش تبان لكم كلير. سي لا نوت تنقولي سي لا مويان ديال هاد ليتيديون هذا قل من 5 خاصها تافيشي عليا نو ادمي، وتنديرها ما بين جوج لي غيومي، تنديرو اونتر دو غيومي. هذا الكونديسيون الاولى، وغادي نامبريكيو واحد الكونديسيون اخرى. دونك غنزيدو كونديسيون اخرى، غندير بوان فيرغول سي ونفتح القوس ديال لهاد لا كونديسيون سي. الا كانت عندنا اف 3 يعني لا مويان ديالي قل من 10 خاصها تافيش عليا راتراباج. سينو الا كانت كبر من 10 غادي تافيش عليا ادمي، وتنسد القوس الاول ديال هاد لا فونكسيون سي وتنزيد القوس الثاني وتنكليكي على اونتري. اونسويت تنابليكيها على لي زوطخ، تنجي تيكون عندي واحد الزائد هنا وتنهبطو بالكيرسور ديالي وتتافيشي عليا. دونك الا لاحظنا غنفيريفيو واش هادشي صحيح اللي عطانا ليكسيل ولا لا. دونك هذا عنده لا مويان 8.67 كي اونتر 5 اي 10، دونك خاصها تافيشي راتراباج. فوالا يتافيشي راتراباج. بوغ مسيو امين عنده لا نوت 11 دونك ادمي، حيت قلنا لا كانت سينو يعني كانت لا مويان كبر من 10 غادي تافيشي ادمي. بوغ مسيو مصطفى عنده 14 ادمي.
بوغ مسيو نور عنده 8.67 اوسي، دونك تعرفي شات لي راتراباج بويسكو لي اون بريز اونت 5 اي 10. اي كونسيرنون مسيو سليم عنده لا نوت 4 اللي هي ستريكتومون انفيريور على 5، دونك غادي تافيش عليا نو ادمي. هاي نو ادمي. اي كونسيرنون مسيو رابي عنده 9.5 كي اونت كي كومبريز اونت 5 اي 10، دونك تافيشات لي راتراباج. دونك دابا هي شفنا لا فونكسيون سي امبريكي، وغادي نامبريكيوها دابا بلا فونكسيون اي. Pour imbriquer la fonction A, donc on va juste les méthodes, on va voir la méthode numéro 1. Donc on va voir la condition pour dire la fonction I. D'accord? Il y a la mention admis peut être affectée au étudiant si toutes les notes sont supérieures à la 9.5. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Il y a un étudiant qui a 9.5 dans les 3 notes. ولا موين ديالو سوبيريور على 9.5، دونك خاصك تافيشي عليه ادمي بحال هذا السيستيم. زاد ليه داك النص وكمل ليه 10. كيفاش غادي نديرو ليها؟ تو سامبلومون بهاد لا فورمول سويفون. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك ها هي بالنسبه للمسيو، ها هي ابليكيناها لهنا، بان لكم هذا الريكتونكل هذا، دونك هي لا فونكسيون اللي كاينه عندي هنايا، دونك اللي هي لا سيلول جي 3، جي 3 دونك هي جي 3، دونك هي لا فونكسيون اللي طالعه لكم هنايا، دونك هي اونكادري. نوريكم دابا كيفاش نخدموها. كيفاش تخدم لا فونكسيون؟ قلنا توجور تندير ايغال وتنحط لا كونديسيون الاولى سي. الا كانت اف 3 اقل من 5 غادي تافيشي ليا ادمي، وندير بوان فيغيل سي. في ليكزامبل بريسيدون درنا غير هادي، اف 3 صغر من 10 غادي تافيشي راتراباج، سينو غادي تافيشي ادمي. مي هنا زدنا قلنا بان واحد لا كونديسيون اخرى، الا كان عنده كاع لي نوت كاملين فيهم اكثر من كبر من او تساوي 9.5 اتافيشي ليا لي ادمي. كيفاش غادي ندير؟ لا تنفتح القوس سي، نفتح القوس و تندير لا فونكسيون اي، تنعاود نفتح القوس و تنعطي اف 3. شنو هي اف 3؟ سي لا مويان، لا مويان ديال مسيو احمد. الا كانت صغر من 10، الا كانت صغر من 10 يعني قل من 10، حطينا با كونديسيون خصها تكون قل من 10، هذه الاولى. و لي نوت ديالو سي 3، دونك ها هي سي 3 اي دي 3 اي او 3 اكبر من او تساوي 9.5 خصو يافيشي ليا ادمي. هذا بالنسبه هذا هي لا كونديسيون اللي زدنا هنايا، دونك لا مونسيون ادمي غادي تافيشا بالنسبه للتيديون اللي عنده لا نوت سوبيريور ايغال 9.5 في لي 3 نوت لي 3 موديل بوان فيغول. وعاد تنحط لا كونديسيون الاخرانيه اللي هي سي. الا كانت عنده لا نوت قل من 10 يافيشي ليا راتراباج، سينو الا كانت كبر من 10 يافيشي ادمي. وتنسد القوس الاول ديال هاد لا فونكسيون سي، والقوس الثاني ديال لا فونكسيون اي، والقوس الثالث ديال لا فونكسيون سي. دونك لا فونكسيون اي ها هو سدينا القوس ديالها لا فونكسيون. دونك انا نوريكم هاد الاقواس هادو في اتونسيون منهم. دونك هاد القوس الاول ما هو الاخراني، داكوغ؟ القوس الثاني ديال اي سي ها هو الثاني ما قبل الاخير، والقوس ديال اي ها واحد ها واحد. دونك ضروري خصني نديرهم، الا ما درتش شي قوس راه مشى ليا كلشي. والقوس ديال لا فونكسيون سي هو الثالث. هذه شنو تعني ليا؟ غنشرحها لكم دابا بطريقه سهله. دونك الا كانت عندي لا نوت قل من 3 من 5 اتافيشا ليا نو ادمي، ولا كانت عندي لا نوت قل من 10 وعندو لي نوت شي ايتيديون عندو لي نوت اكبر من او تساوي 9.5 زيدوا سيدي وافيشي ليا بانه ادمي، نجحت هو. ولا كانت عندي لا نوت قل من 10 افيشي ليا راتراباج. يعني من فهاد شنو هذه تعني لي هاد الكونديسيون؟ يعني ما عندوش كاع لي 3 نوت فيهم 9.5، لي 3 موديل ما عندوش فيهم 9.5. تقدر تكون عنده لا مويان فيها 9.5، مي لي 3 نوت خاصهم يكونوا بثلاثه فيهم 9.5. هذه هي لا كونديسيون ديال اي. يعني كاينه واحد لا كونديسيون خاصنا شرط اخر اللي زدناه، هو انه لي 3 نوت توت لي نوت ديالو لي 3 موديل خاصو يكون سوبيريور ايغال 9.5 يافيشي ليا ادمي. سينو الا كانت عنده لا نوت قل من 10 يافيشي راتراباج، سينو يساوي ليا ادمي. غنشوفوا هاد الحاله بالنسبه لهاد لي زيتيديون ديالنا هذا. دونك نشوفوا شكون اللي عنده 9.5. الا جينا لمسيو رابي عنده 9.5 9.5 9.5 9.5، شنو افيشي ليا اكسل؟ بانه ادمي، حيت حطينا واحد لا كونديسيون قلنا لي بان كاع لي نوت ديالو كانوا سوبيريور ايغال 9.5 افيشي ليا ادمي. دونك بحال زدناه كيما تتقولون لا نتوما، السيستيم زاد ليه اوتوماتيكمون داك النص وعطاه 10، هي تافيشات ادمي، هذا النجح. دونك ها هي الكونديسيون ديال لا فونكسيون.
بالنسبه لي زوطخ ما تبدلت حتى شي حاجه. الا كانت عندنا لا نوت قل من خمسه، دونك ها هي الثروه صغار من خمسه، اي افيشيي نو ادمي، ها هو عنده اربعه دونك نو ادمي. سينو الا كانت عندنا لا نوت قل من 10 اي افيشيليا راتراباج، العكس الا كانت كبر من 10 اي افيشيليا ادمي. هذا عنده 8.67 افيشيليا راتراباج، علاش ما افيشاش ليا ادمي بحال هذا؟ حيت ما عندوش لا كونديسيون ديال ان لي 3 موديول خصو يكون عنده فيهم 9.5 ولا كبر، يعني سيبيرور او ايغال الحد اللي خصو يكون عنده 9.5. تقدر تكون عنده 9.8 9.7 في 3 موديول، خاصها تكون عنده كبر من 9.5. هذا عنده 4 في 1 لانوت، دونك هذاك الشيء علاش تافيشات لنا راتراباج. دونك الوحيد اللي تتحقق عنده هذه الكونديسيون هو مسيو رابي اللي عنده لي 3 موديول عنده 9.5 و سي لا موين غتكون هي 9.5 تافيشات ليه ادمي. دونك هذه لا ميثود نيميرو 1. مانتونو اون فوا فوار لا ميثود نيميرو 2 في لا ميم بروسيدور، توجور تنهضروا على لا فونكسيون اي، خاص يكونوا كاع لي نوت سيبيريور ايغال 9.5. هو مسيو رابع اللي عنده لي 3 نوت سيبيريور ايغال 9.5 بالحاله ديالو تساوي 9.5. كيفاش غادي نديروا لا فونكسيون؟ ساهله سيدي، في بلاصه من انايا قبيله خدمت باش خدمت بلا موين ب اف 3 سيتادير لا موين اف 3، دابا غادي نخدمو نيت ب اف 3 ني بواحد لا كونديسيون اللي هو في شكل اخر. دونك كيفاش درنا ليها؟ تو سامبلومون بالشكل التالي. دونك لا فونكسيون ديالنا غنشرحوها كي داير، كي تيغال سي افتح القوس اف 3 صغر من 5 سي تادير لا كانت لا موين ديالي قل من 5 بليطو غادي نخدمو بهاد لا فونكسيون هادي، راه جي اوبلي وخليت لا فونكسيون اللي قبل سي اف 8 ستريكتومون على 5. دونك اف 8 بالنسبه لهاد ليتيديون سليم، دونك هادي هي اف 8. دونك سي لا موين ديالو صغر من ستريكتومون من 5 غادي افيشيليا نو ادمي، هذا عنده 9.5 يعني الحال هاد الحاله ما كايناش. الكونديسيون الثانيه سي اف 8 صغر من 10، الا كانت عنده لا نوت صغر من 10 وغندخلوا له سي اخرى، سي ولا نوت ديالو اللي عنده في لي 3 موديل تتساوي 9.5 غادي ادمي ليا اي افيشيليا ادمي. سينو الا ما كانش تحقق هذه الكونديسيون ما عندوش لي 3 موديل فيهم 9.5 اكبر من او تساوي 9.5 ما غاديش افيشيليا ادمي، غي افيشيليا راتراباج. سينو دابا اون كاس دينا القوس هذا غن دابا هاد ادمي هادي المراجع راجع لهادي الاف ويت اللي كانت صغر من 10، الا كانت كبر من 10 غادي افيشي ليا ادمي. هذا هو اللي كاين عندنا لا سيتياسيون اللي كاينين كونسيرنون لا فونكسيون او. بالنسبه لا فونكسيون او ما غاديش نديرها معكم حيت هي او مينيموم قليل فين تتحط وتتحط بواحد الطريقه اخرى اللي غادي نشوفوها في لي زوتر زيكزيرسيس. المثال ديالها اللي غادي نعطيكم المثال اللي غنقولوا بان هاد لا مونسيون ادمي بوتيتر افيكتي او اتيديون سي لا نوت نوت وحده نوت وحده لا نوت وحده ماشي كاع لي نوت كاملين، سي لا نوت وحده اي سوبيريور على 9.5. مثال هذا عنده 9.5 وهنا عنده 8 وهنا عنده 14، دونك هادي افيشيليا ادمي. هذا هو او يعني ا كونديسيون وحده اللي خاصها تحقق. بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. لا سيونس بروشين ان شاء الله توجور في لي فونكسيون كونديسيونيل في لي تيست ديالنا، لا فونكسيون سي غادي نزيدو لها ان بي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريسيرش فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، واللي عنده اي تساؤل يخلي لنا دي كومونتير سوا سير نوتخ شين يوتيوب بيان سور نوتخ باج فيسبوك وبيان كونتاكتي سور نوتخ نيميرو واتساب 0676 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.